بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالى. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. اللهم خلقنا بخلق رسول الله وأدبنا بأدب رسول الله، اللهم أمين. كنت بتكلم مع حضراتكم في حلقتين قبل كده عن الحياء وعن صور الحياء وأقسام الحياء وعن نماذج من الحياء، وذكرت ليكم بعض النماذج من حياء النبي صلى الله عليه وسلم، حياؤه مع ربه وحياؤه مع الناس وحياؤه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. لما كان واحد من الصحابة يخطئ كان النبي يلمح ولا يصرح، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا. وتكلمت معاكم كذلك إن الأنبياء ربنا خلقهم بهذا الخلق، سيدنا آدم سيدة حواء وأنبياء الله جميعا، حتى سيدنا موسى ربنا يقول عنه آية في القرآن الكريم: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. إيه سبب نزول هذه الآية؟ إن سيدنا موسى كان حيي جدا، كان يستحي أن ينزع ملابسه أمام أحد، فبني إسرائيل قالوا موسى لا يخلع ملابسه أمام أحد ولا يظهر بجسده أمام أحد، أكيد عنده عيب أو أكيد عنده برص أو أكيد عنده مرض أو آفة لا يريد أن يراه الناس بها. ففي يوم من الأيام خلع ملابسه سيدنا موسى ووضع حجرا على ثيابه على البحر كده، نزل يغتسل ووضع حجر على الثياب، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر براءة سيدنا موسى، فأم الحجر تحرك من على الثياب بقدرة الله والثياب تحركت، فخرج سيدنا موسى بدون ثياب وبدون ملابس من البحر وظل يجري خلف ملابسه ويضرب الحجر بعصاه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى إن العصا أثرت في الحجر يعني كذا ضربة وكذا أثر. فرآه جماعة من بني إسرائيل ووجدوا أن جسده ليس فيه عيب، قالوا هو ده موسى اللي بيقولوا عنه أن جسده فيه برص أو فيه آفة أو فيه كذا. فأنزل الله الآية: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ده سبب نزول الآية من شدة حياء سيدنا موسى، والله برأه أمام بني إسرائيل. موقف آخر ونموذج آخر من نماذج الحياء مع بنت سيدنا شعيب مع سيدنا موسى، لما بيسألهم سيدنا موسى ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أدب، أدب سيدنا موسى، أدب الأنبياء. بعد كده جاءته إحداهما، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وأنا قلت لكم في أول حلقة عن الحياء إن مشايخنا كانوا يعلمون قراءة هذه الآية، يقولون نقرأها ونقول فجاءته إحداهما تمشي، تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالقرآن الكريم ذكر لنا حياء بنت سيدنا شعيب مع سيدنا موسى، وفي الآخر قالت لأبوها إن خير من استأجرت القوي الأمين. نماذج أيضا من الحياء مع الصحابة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كده: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء، يعني لما يذهب للمكان الغائط لقضاء حاجته، أظل متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. يعني سيدنا أبو بكر الصديق بيحث الناس على الحياء وبيقول أنا لما بذهب للغائط ولا أحد يراني في الغائط في أثناء قضاء الحاجة أظل متقنعا بثوبي حياء من الله سبحانه وتعالى. سيدنا عثمان بن عفان دخل في يوم على النبي والنبي كان متكئ، فدخل عليه سيدنا أبو بكر ولم يعتدل، دخل عليه سيدنا عمر ولم يعتدل، فدخل عليه سيدنا عثمان وكان يعني فخذ النبي مكشوف. السيدة عائشة بتحكي بتقول فاستوى النبي في جلسته واعتدل لأبي واعتدل لعثمان، ف
فالسيدة عائشة بتسأله بتقول يا رسول الله دخل أبو بكر ودخل عمر فلم تعتدل لهما واستويت واعتدلت لعثمان، فقال يا عائشة كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. سيدنا عثمان بن عفان أشد الناس حياء بعد رسول الله في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف آخر لأمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سيدنا النبي دفن في حجرتها وسيدنا أبو بكر، تقول كنت أتخفف من ثيابي بعد دفن رسول الله وبعد دفن أبي، أقول هذا زوجي وهذا أبي، فلما دفن عمر بجوارهما كنت لا أتخفف من ثيابي في غرفتي حياء من عمر. حتى بعد وفاة سيدنا عمر وهو مدفون في غرفتها بجوار صاحبيه تستحي رضي الله عنها أن تتخفف من ثيابها. يا ليت بنات المسلمين الآن يعني يقتدين بأم المؤمنين عائشة. موقف أخير لسيدنا علي بن أبي طالب، قول كنت رجلا مذاء يعني ينزل عليه المذي كثيرا، فاستحييت من رسول الله لأن أنا زوج بنت النبي، فأرسلت إليه المقداد فسأل النبي فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل. يعني الإنسان إذا نزل منه المذي يغسل ذكره ويتوضأ ويصلي، إنما المني يجب عليه بنزوله الغسل. هذه هي بعض الصفات وبعض النماذج الطيبة للصحابة وللأنبياء ولسيدنا رسول الله، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. ربنا يجعلني وإياكم من المتخلقين بخلق الحياء ومن السائرين على درب خير الأنبياء، اللهم أمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، صلوا على الحبيب.